اليوم رح يكون الجزء الثاني من درس أفعال مع الداتيف والأكوزاتيف، وعلى فكرة درس اليوم كتير مهم ورح تتعلموا أشياء جديدة لازم تكونوا بتعرفوها. وهلأ رح نبدأ. أول شيء رح نبدأ مع هيدي الجملة، إيش جيبو ديم أتست دين أوسفايس، بمعنى أنا أعطي الطبيب الهوية. هون عنا قاعدة جدا مهمة ولازم تركزوا معي كتير منيح، بس يكون عنا تفاي نومن لما يكون عنا اسمان مع فعل بياخد طبعا مفعلا بالجملة داتيف وأكوزاتيف. فهون نحن شو لازم نعمل؟ قمت داتيف أوبيكت سو أس، يعني بيجي عنا دائما بس يكون عنا اسمان بالجملة لازم هون نحط أول شيء الداتيف بعدين منحط الأكوزاتيف. فأكتبوها عندكم كملاحظة، داتيف فو أكوزاتيف، دائما بس يكون عنا فعل بياخد مفعولين بالجملة يلي هو مثل فعل مثلا جيبن. فهون إذا كان عنا اسمان مثل عنا هون أول شيء أول اسم ديم أتست وعنا الاسم الثاني هو دين أوسفايس، فإذا شو لازم نعمل؟ لازم نحط أول شيء الداتيف بعدين الأكوزاتيف. وهون بهيدي الجملة أكيد ما لازم ننسى إنه الشخص بيكون بحالة الداتيف والشي بيكون بحالة الأكوزاتيف بس يكون عنا اسمان. وهلا رح ننتقل للقاعدة الثانية، ولكن عن جد لازم تركزوا معي كتير منيح. عنا هون رح أعطيكم هلا جملتين. عنا أول جملة إيش جيبو إيم ديم أتست، وعنا الجملة الثانية إيش جيبو إيم دين أوسفايس. عنا أول جملة عنا الضمير إين لمين راجع؟ أنتوا لازم تخبروني. ممتاز، أكيد راجع لدين أوسفايس للهوية. وعنا بالجملة الثانية إيم لمين راجع؟ صحيح، أكيد راجع لدين أتست. طيب هون نحن لا كيف كوننا هيدي الجملة؟ دائما بس يكون عنا بونومن بالجملة اللي هو الضمير وعنا اسم، فهون لازم دائما يجي عنا الضمير قبل الاسم، ما مهم ابدا الحاله موجود اكوزاتيف ولا داتيف، لازم دائما الضمير يجي قبل الاسم، ضمير واسم لازم الضمير بالاول بعدين الاسم. اما القاعده الاخيره بس يكون عنا تسفاي برونومن شو لازم نعمل؟ هون ما في اسهل منا، يلي بنعمله عنا هون هيدي الجمله ايش جيبو ايم ايم. شو عملنا هون؟ أول شي عنا إين مثل ما قلنا راجع على دين أوسفايس، وعنا إيم راجع على ديم أتست. هون شو عملنا؟ بس يكون عنا ضميرين بالجملة مع فعل بياخد داتيف وأكوزاتيف، فهون دائما الضمير بيجي بحالة الأكوزاتيف بالأول، يعني بيجي عنا أكوزاتيف بعدين الداتيف، يعني فينا نقول إنه الضمير بحالة الأكوزاتيف أقوى من الداتيف. فلهذا السبب قلنا أول شيء إين بعدين قلنا إيم، ما فينا أبدا نقول إيش جيبو إيم إين، غلط، لازم نحط أول شيء الأكوزاتيف بعدين الداتيف، اكتبوها عندكم كملاحظة. طيب هلأ رح ناخد أمثلة لحتى توضح بشكل أفضل. عنا هون هيدي الجملة إيش شينكو ماينم فرويند أين بوخ، بمعنى أنا أهدي صديقي كتاب. هون أول شيء السؤال عنا ماينم فرويند، نحن كيف فينا نعوض عنا؟ شو بنستعمل اي ضمير؟ صحيح بنستعمل ايم. وعندنا داس بوخ بشو بنعوض عنه باي ضمير؟ صحيح بنستعمل اس. وهون مثل ما لاحظتوا بما ان عندنا فعل شينكن بمعنى يهدي لازم يجي عندنا اول شيء عندنا اسمان، طبعا الاسم الاول لازم يجي عندنا بحاله الشخص بحاله الداتيف، والاسم الثاني الشيء لازم يجي بحالة، طبعا انتو لازم تخبروني بحالة الأكوزاتيف، ما في أسهل من هيك. طيب هلأ دوركم لحتى تشاركوا، كيف منقول أنا أهدي كتاب؟ يعني أنا بعطيه لإله لماينم فرويند بعطيه كتاب. فإذا منقول إيش شينكو إيم أين بوخ، حطينا أول شيء إيم بحالة الداتيف بعدين حطينا أين بوخ. ليه؟ لأنه نحن قلنا بس يكون عنا ضمير واسم لازم إجباري يجي عنا الضمير قبل الاسم، مش مهم الحالة أكوزاتيف ولا داتيف، الضمير لازم يجي عنا قبل. طيب هلأ كيف منقول أنا أهديه لصديقي؟ طبعا أهديه نحن قصدنا عن الكتاب.
فاذا بنقول ايش شينكا اس ماين فريند. حطينا اول شيء الضمير يلي هو داس بوخ، الاس طبعا عوضنا عنه باس، وحطينا ماين فريند يلي هو الاسم. فاذا مثل ما لاحظتوا ما مهم ابدا شو هو عندنا، يعني اكوزاتيف ولا داتيف، المهم عندنا بس يكون ضمير واسم، لازم يجي عندنا الضمير بالاول بعدين الاسم. طيب واخر شيء كيف بنقول انا اهديه اياه، يعني انا بعطيه لرفيقي الكتاب، ولكن لازم تستعملوا فقط ضميرين. صحيح، فاذا بنقول ايش شينكو اس ايم، حطينا اول شيء الاكوزاتيف بعدين الداتيف، قلنا بس يكون عندنا ضميرين لازم نحط اول شيء اكوزاتيف بعدين الداتيف. ليه؟ لانه الاكوزاتيف اقوى بالضمائر، اقوى من الداتيف. طيب هلا عندنا هيدي الجمله، الرجل يعطي الامراه الزهور، كيف بنكون هيدي الجمله باللغه الالمانيه؟ فاذا بنقول der Mann gibt der Frau die Blumen. اول شيء هون عندنا فعل geben بمعنى يعطي، بياخذ مفعول بالجمله، لازم نحط اول شيء الشخص بحاله الداتيف والشيء بحاله الاكوزاتيف. لهيدا السبب قلنا der Frau وقلنا die Blumen بحاله الاكوزاتيف. طيب هلا بالجمله الثانيه عندنا اسم وضمير، المطلوب منكم انه تخلوا الامراه هي الضمير بالجمله. فإذا بنقول der Mann gibt ihr die Blumen، بمعنى انه الرجل يعطيها الزهور. يب، فهون حطينا الضمير لازم يكون هو قبل الاسم. طيب هلا حطوا لي الزهور هن الضمير بالجمله. فإذا الاجابه عندنا رح تكون der Mann gibt sie der Frau. ما مهم عندنا طبعا شو هي الحاله، لازم دائما الضمير يجي قبل الاسم. اخر شيء حطوا لي ضميرين بالجمله، بدنا نقول بمعنى انه هو اعطاها اياهم، يعني هو اعطاها الزهور. فاذا بنقول der Mann او er يعني هو gibt sie ihr. حطينا اول شيء بس يكون عندنا ضميرين بالجمله لازم نحط اول شيء الاكوزاتيف بعدين الداتيف. طيب هلا عندنا هيدي الجمله دي Eltern schenken ihrem Kind einen Ball، بمعنى انه الاهل عم يهدوا ابنهم كره. طيب هلا المطلوب منكم انكم تحولوا هيدي الجمله للبرفكت، لزمن الماضي. فاذا بنقول دي Eltern haben ihrem Kind einen Ball geschenkt، بكل سهوله بمعنى انه هن هدوا يعني ابنهم كره. واخر جمله رح تكون معنا لليوم، بدنا نحاول نستعمل مودال فيرب بالجمله. كيف بنقول انه الاهل بدهم او انه يريدون انه يهدوا ابنهم كره؟ حاولوا انه تجاوبوا. فالإجابة رح تكون عنا دي Eltern wollen ihrem Kind einen Ball schenken. عنا هون نحن بنعرف إنه بس يكون عنا مضال فيرب بالجملة اللي هو فعل مساعد، لازم يروح الفعل الأساسي اللي هو الفول فيرب لآخر الجملة ويكون بحالة المصدر. طبعا إذا أنتوا بعد أو إنه حسيتوا حالكم شوي نسيتوا هذا الدرس، رح أحط لكم الرابط هون أو بصندوق الوصف. وبهيك بيكون خلص درسنا لليوم، ولكن قبل المطلوب منكم تكتبوا لي اربع جمل بالتعليقات. طبعا اختاروا اول شيء يعني فعل بياخذ مفعولين بالجمله، اي فعل بدكم اياه، ولازم اول جمله تحطوا لي اسمين، اوكي، وثاني شيء تحطوا لي ضمير واسم وضمير واسم، مره بحاله الاكوزاتيف ومره بحاله الداتيف، واخر شيء تحطوا لي ضميرين بالجمله. طبعا انتم بتعرفوا القاعده وما في اسهل من هيك. واكيد اذا عجبكم درس اليوم بتمنى انه تعملوا لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل شيء جديد انا بنزله، وبشوفكم بالدرس الجاي. تشاو.